وللحديث عن آثار الأزمة السياسية في العراق على الاقتصاد ينضم إلينا عبر سكايب من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو. أهلا بك معنا دكتور صباح. أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله دكتور صباح. يعني يعيش العراق كما تعلم أزمة سياسية مستمرة منذ شهور، كيف يمكن أن تؤثر هذه الأزمة السياسية على المصدر الرئيسي للاقتصاد العراقي ألا وهو النفط؟ بداية، أن الصراع السياسي الحالي الذي تأجج هو ناتج لعملية تراكم لسنين، يعني وليس الآن، يعني منذ 2003 ولغاية الآن القوى السياسية الحاكمة والمتحكمة في العراق وبالاقتصاد والثروات هي في حالة صراع، ولكن تأججت ووصلت إلى مراحل عالية جدا بعد الانتخابات في 10/10/2021. نلاحظ لا توجد نتيجة لهذا الصراع، لا توجد لدى الحكومة أو حتى القوى المشرفة والرقابية، لا تمتلك أي شكل من أشكال البرامج الحقيقية لتطوير الاقتصاد النفطي، علما بأن من المفترض أن من نهاية عام 2021 ولغاية اليوم، أي بعد مرور سنة، من المفترض العراق امتلك برنامجا حقيقيا يتناسب مع ارتفاع أسعار النفط لتعويض ما خسره قبل أكثر من سنتين أو ثلاثة أو أربعة. يعني إذن هناك لا توجد أي شكل من أشكال المصداقية لدى مؤسسات السلطة التي تدير الاقتصاد النفطي خاصة بالعراق، والدليل أن التصريحات والوعود كثرت بشكل لا يثق بها الشارع العراقي، حيث في منتصف أبريل الماضي صرح وزير النفط السيد إحسان عبد الرزاق اللاحق أن العراق سيعمل على استثمارات بقيمة 27 مليار دولار للغاز المصاحب وكذلك أيضا الحقول الغازية، وما زال لغاية الآن لم تتضح هذه الرؤية بشكل واضح المعالم. إضافة إلى أن الصراع بين بغداد وكردستان حول مسألة العائدات النفطية قائم على حاله، ولم يصلوا إلى أي نتيجة في خدمة الشعب العراقي والحفاظ على ثرواته. أما الصراع السياسي وانعكاسه حاليا اللاحظ قد يسبب مستقبلا إذا ما مضى فترة أكثر من سنتين على هذه الحالة والفوضى في الإدارة للطاقة والثروة النفطية بالعراق، لاحظ سيؤدي ذلك إلى انخفاض الإنتاج، وقد يؤدي ذلك إلى خسائر مالية كبيرة كما أكدت أويل برايس. لاحظ هذا الجانب لأنها هي جهة رقابية دولية لجميع الدول المنتجة للنفط والطاقة. نعم. إذن العراق حاليا يتجه، إضافة إلى الواقع السياسي الفوضوي والذي ينذر بمخاطر الوقوع في الهاوية، أيضا الاقتصاد النفطي الذي يعتبر الجوهر والعمود الأساسي للإيرادات في الموازنات بكل أشكالها، سواء الموازنات التشغيلية أو الاستثمارية، من المحتمل أن يحصل بها انخفاض وخلل كبير جدا، حيث تقدر هذه المنظمة أن الخسائر العراق قد تقدر بحدود حوالي مليون أو 700 إلى مليون برميل يوميا. يعني لو نحسب أن مليون برميل، أي بمعنى حدود حوالي 95 مليون يوميا العراق يخسر، بدلا من زيادة الإنتاج كما ادعوا أن في 2022 أو 2023 العراق سينتج 6 مليون، العراق حاليا ينتج 4.584 ألف، لاحظ 4.584 ألف برميل من المناطق الوسطى والجنوبية، وكردستان تنتج بحدود حوالي 10% من ذلك، أي بحدود حوالي 460 إلى 500 ألف. ولكن التصدير، لاحظ العراق يصدر حوالي
3,373,000 برميل في اليوم. هذا يعتبر منخفض جدا نتيجة لعدم وجود أي شكل من أشكال المشاريع الحقيقية التي تتناسب مع زيادة الأسعار النفطية في العالم، واستثمار الظرف الحالي في عملية أولا زيادة الإيرادات كي يستطيع العراق تسديد الديون المترتبة عليه التي تقارب حوالي 100 مليار، 50 مليار منها داخلية والبقية بحدود حوالي 40. هنا السؤال دكتور صباح، يعني هنا السؤال، لماذا تصر الحكومة على الاقتراض مع يعني رغم الوفرة المالية المتحصلة من زيادة سعر النفط عالميا كما ذكرت؟ الحكومة تتحجج، نلاحظ في هذا العام خاصة كما هو في 2016 و2015 اقترضت مبالغ كبيرة بسبب انخفاض أسعار النفط، نلاحظ إلى 30 أو 34 دولار، بينما موازنة هذا العام التي لم تعتمد ولغاية الآن عندما نرى مسودتها اعتمد النفط بحدود حوالي 55 دولار للبرميل، ولكن حاليا نلاحظ أسعار النفط ارتفعت إلى 105 وحاليا هي بحدود حوالي 91 لبرنت و 87 أو 89 تقريبا للنفط الاعتيادي. إذا هناك خلل كبير لاحظ، وحجج واهية للسلطة المالية الموجودة في إدارة الحكومة العراقية بالاقتراض أن لا توجد إمكانية أن نعمل على تفويض هذه الأموال والإيرادات لانعدام وجود اعتماد موازنة، ولذلك هي تقترض علما بأنها هي تحاول الاقتراض لتحميل العراق ديون أكبر، وكأن هناك عمل مدبر مسبقا للوصول إلى هذه الحالة كي لا تستفيد الأجيال القادمة من الثروات التي ممكن أن تتراكم علما. هل هذا اللي يعني لربما إضعاف العراق لصالح دول مجاورة أو دول أخرى أم ماذا؟ بالتأكيد أن إضعاف العراق اقتصاديا يسهل على دول الجوار الطامعة بالوضع العراقي سواء على الصعيد السياسي أو الجيوسياسي وكذلك أيضا على الصعيد الاقتصادي، نلاحظ تحاول أن تعمل على إضعافه بأي طريقة أو كانت، كما حصل في مسألة الموانئ وكذلك أيضا خطوط سكك الحديد وطريق الحرير والمشاريع الصينية في طريق الحرير التي تمر بالعراق والتي تعتبر متوقفة. كل هذه العوامل هي وضع حواجز أمام العراق كي لا يكون له مركزا واضحا في السياسة الإقليمية والدولية لما يمتلكه من إمكانيات ليس فقط مادية أو ثروات وإنما يمتلك قوى عاملة. نعم، إذا وصلت الفكرة. كنت ضيفنا عبر سكايب من عمان الخبيرة الاقتصادية دكتور صباح علو، شكرا جزيلا لك دكتور. حياك الله.